هذه هي الغابه ديال الاكواريوم وغادي نبارطاجيها معكم. فيها التمساح، يقدر يبان لكم يقدر ما يبان لكمش. ها هو فين مخبع، شفتيه؟ تمساح صغير يعني ماشي كبير. انا نزيد نقرب لكم الصوره وتشوفوا التمساح لاكوست. ها هو شوف. واحد الطريقه قريبه وخفيفه ومختصره، يعني داكشي اللي كتعرفوا كله يساوي. هانتوما شوف جميع انواع السمك كاينه هنا، تبارك الله ما شاء الله. شوف سبحان الخالق، سبحان الخالق، ربي خلق والله الا كل حاجه خلقها بزاف. الله الله. ما تنساوش انكم ما تنساوش اللايك وما تنساوش الكومونتير وما تنساوش تبارطاجيو اكواريوم اللي بغى يعرفها واللي بغى يستافد من هذا الفيديو. من طبيعه الحال انا اي حاجه انا في اسطنبول كنبارطاجيها لكم، سواء عمومي سواء بفلوس اي حاجه. المهم اي حاجه ان شاء الله، ولا كانت عندكم شي بلاصه بغيتوا تبارطاجيوها مرحبا. شوفوا هاد الغزاله هادي كي كدير، هانتوما مرحبا بكم. ها هي كترحب بكم. سلام.
كي داير؟ شي مزيان راه شقالك مع راسك. شوف سبحان الله العظيم، شوف سبحان الله العظيم، جميع انواع السمك كتشوفو مباشرة مباشرة. هذاك الشيء ديال القارش وداك الشيء راه كاين حتى هو، غير بلاتي وغادي تشوفو كلشي ما تزربوش. هو القارش بحال اللي كان كيتسنانا هانتوما، ها القارش اللي كان كيتسنانا نجيب سبحان الله العظيم. سرك معروض، شوف اخوتي، شوف 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 تبارك الله، قرش ولده كي جاكم اخوتي هادشي. ها هو بالمباشر القرش، عطينا الرأي ديالكم. انا لو بغيتو ديرو الهدايا وصلنا اخوتي للنهايه ديال هذا الفيديو هذا، ونتمنى انه يعجبكم. ولا كنتي انت اول هادتي اول مره كتدخل هذا الفيديو، فما تنساش انك تدعمنا بلايك وبكومونتير وتبارطاجي الفيديو، وشكرا والسلام عليكم حتى نتلاقاو في فيديو جديد. مرحبا بكم، هاد الكادويات كاملين غادي نعطيهم لكم.